قامت شركة سينرجي بتأجيل مسلسلي الفنانين محمد هنيدي ومحمد سعد للعام المقبل نظرا لعدم الانتهاء من كتابة السيناريوهات من جهة ولعدم استقرار الأمور في الوسط الإنتاجي وتسويق الأعمال من جهة أخرى. واكتفى المنتج تامر مرسي بمسلسل الصفعة ليقود به السباق الرمضاني المقبل من إخراج مجدي أبو عميرة وبطولة شريف منير وشيرين رضا وعزة أبو عوف وهيثم أحمد زكي وحسن حسني وغادة إبراهيم وتاتيانا ومن تأليف أحمد عبد الفتاح. أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي مدرس أول لغة العربية ورئيس جماعة الخطابة بالمدرسة التجريبية الحديثة. مين فيكم نجلاء وجدي؟ أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي مدرس أول لغة العربية ورئيس جماعة الخطابة. ايه صوره فاضحه؟ لا دي نجله. ياه شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اه ادي يكون اللي ببالي. هو وزير الداخليه.